بنضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام البطنة والمناعة بطب عين شمس سابقا. برحب بيك. برحب بيك يا دكتور، وكل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وانت طيبة خلود، وكل سنة والمصريين بخير، وإن شاء الله يكون رمضان سعيد على الجميع. إجراء اختبارات الالتهاب الكبدي الفيروسي بي لأي مدى هو مهم للمرأة قبل أو أثناء الحمل؟ أي بنت أو ست دلوقتي بتتجوز وعايزة إنها تخطط للحمل لازم بتعمل من ضمن الاختبارات بتاعتها اختبار علشان نشوف إذا كانت قد أصيبت بفيروس بي ولا لا، لأنه إذا لم يتم عمل هذه الاختبارات ممكن إصابة الجنين أثناء الحمل أو أثناء الولادة بالذات. علشان كده الحقيقة وزارة الصحة تطلق هذه المبادرة علشان أي سيدة كانت مصابة بفيروس بي وأصبحت حامل التعرف على وضع الفيروس بالنسبة لها، وبالتالي نقدر إن احنا نحمي الجنين من الإصابة من خلال متابعتها أثناء الحمل وإعطائها الأدوية اللازمة، وبعدين أثناء الولادة يكون يعني كل الإجراءات بتتم بحيث إنه ما يحصلش أي فرص لانتقال المرض للجنين، ويعطى الطفل الرضيع بقى اللي هو لسه موجود ده بنديله حقن الجلوبيولين المناعي علشان لا تحدث له اي اصابه من الام اثناء عمليه الولاده. طب دكتور اشرف، ايه هو يعني فيروس بي؟ ايه هو فيروس بي؟ ايه هو اضراره اعراضه؟ فيروس بي الحقيقة هو واحد من الفيروسات اللي يعني كانت منتشرة في فترة من الفترات، ولا زالت طبعا هو بيسبب التهاب كبدي مزمن مختلف طبعا عن فيروس A، لأنه فيروس A لا يترك أي علامات مزمنة عند الإصابة به، أما فيروس بي فيمكن أن هو يترك إصابات مزمنة أو آثار مزمنة في الكبد عند المرضى، وبالتالي من الضروري جدا أن متابعة هذه الحالات وإعطاء العلاج اللازم علشان ما يحصلش تليف في الكبد أو أورام في الكبد نتيجة الإصابة بهذا الفيروس. هو واحد من الفيروسات الكبدية. إحنا عندنا الفيروسات الكبدية هو فيروس A، وده اللي بيعمل التهاب الكبدي الوبائي اللي هو بيجي ساعات في الأطفال ولا يترك أي أثر، لكن في فيروس بي وفيروس سي. فيروس بي وفيروس سي هما الاثنين الحقيقه ممكن بيحصل منهم التهابات مزمنه في الكبد، ممكن يحصل نتيجه الاصابه بيهم تليف في الكبد. علشان كده مصر الحقيقه كانت سباقه في انها استطاعت القضاء على فيروس سي من خلال المبادره الرئاسيه اللي فعلا تم فيها الكشف على كل مرضى فيروس سي واعطائهم العلاج، وفعلا اصبحت مصر حاليا خاليه من فيروس. هل لدينا إحصائية عن مدى انتشار فيروس بي؟ طبعا الحقيقة المبادرات الرئاسية أعطتنا الفرص لعمل هذه النوعية من الإحصائيات، وإحنا يعني نعتبر يعني هذا المسح الشامل اللي تم من خلال هذه المبادرات، واللي حضرتك ذكرتي قد إيه إنه كان فيه اهتمام بكل أفراد الأسرة، يعني كان في اهتمام بصحة الطفل وصحة المرأة وصحة الكبار والناس اللي بتعاني من الأمراض المزمنة، وبنشوف السكر والضغط والاعتلال الكلوي وبعدين الأنيميا والتقزم عند الأطفال وضعف الدم وسرطان الثدي. كل هذه المبادرات الحقيقة ادتنا فرصة ان احنا يبقى عندنا يعني خريطة كبيرة وبيانات كاملة عن صحة المواطن المصري. لو لا قدر الله يا دكتور أم مصابة بفيروس بي وعرفت أن هي مصابة، تقريبا فترة العلاج بتكون قد إيه؟ هل بتكون طويلة ولا على حسب الستيج اللي هي فيه، أو على حسب يعني مدى تأثرها بالفيروس؟ طبعا يتم الكشف عليها علشان نقدر إن احنا نحدد حجم الإصابة ومدى يعني الحالة وصلت لغاية أي درجة علشان نقدر نديها العلاج المناسب. والعلاج الحقيقة يعني بيبقى علاج مكثف طبعا لكنه بسيط، يعني بتقدر انها تاخد العلاج وده بيحميها من المضاعفات بفيروس بي. وفي الحالات الحقيقة اللي بتحتاج انها تاخد علاجات للفيروس في معظم الحالات بتحتاج انها تاخد العلاج مدى الحياة. في بعض اللي هي الحالات المتأخرة بقى عند الإصابة وزيادة ووجود نسبة عالية من الفيروس دم
ووجود علامات التهابات كبدية، هنا بنحتاج طبعا ان احنا ندي العلاج مدى الحياة. طيب اخيرا يا دكتور، حتى نستفيد من وجود حضرتك معنا، كيفية الوقاية من هذا الفيروس؟ فيروس بي بينتقل عن طريق الدم وعن طريق استخدام الادوات الحادة اللي ممكن ان يستخدمها اكتر من شخص، علشان كده لازم يكون في يعني وعي بخصوصية استخدام الادوات الشخصية زي مكان الحلاقة مثلا والمقصات، وبرضه نفس الكلام عند الحلاقين وعند دكتور الأسنان. وطبعا بيتم فحص كل مكونات الدم عند نقل عمليات نقل الدم، لكن لازم نخلي بالنا انه كمان بينتقل عن طريق الحقن، وبعض الناس اللي هي المدمنين بالذات اللي بياخدوا جرعات الإدمان من خلال الحقن ممكن في بعض الأحيان انهم ينقلوا العدوى لبعض، علشان كده مهم جدا اولا الامتناع عن الإدمان، وفي نفس الوقت صحيح حتى الحقن كمان لازم ان احنا نخلي بالنا منه. لكن الحقيقة المبادرة دي كانت مبادرة هائلة، لانها بتدي فرصة لاي ست حتى ولو كانت مصابة بفيروس بي انها تقدر تحمل وتخلف، والطفل او الابن اللي ينتج عن هذا الحمل يكون غير مصاب بفيروس بي، لانه قبل كده وبدون هذه المبادرة كان بيتم فعلا انه هؤلاء السيدات بيولدوا اطفال مصابين نتيجة انهم ما فيش وعي وما فيش متابعة وما فيش علاج اثناء الحمل ورعاية اثناء عمليات الحمل. انا بشكرك شكرا جزيلا الدكتور اشرف عقبة، رئيس اقسام البطنة والمناعة بطب عين شمس سابقا، شكرا لك يا فندم.